النهاردة إن شاء الله هنعمل نملح السمك الجمبري أو اللوبيان عشان نجهزه للصيد. نفصل كده بنشيل الراس. طبعا أنا بستخدم الجمبري في كل حاجة، يعني أنا الراس هنا بقطعها عشان بعد كده أبقى أزفر منها للعجينة، يعني أبقى أعمل العجينة برضه بالصيد. بطلع كده بقية السمك الجمبري من القشر عادي، وبحط هنا الايه بره في الكيس. بس خلاص بعمل ده بعد ما احنا خلصنا خلاص الجمبري او الروبيان نفرده كده. تمام، ملح خشن او ملح بحري بيبقى موجود في البقالات مثلا او في الاماكن اللي هي الكبيره زي الباندا او لولو او كده، وهنفرد عليهم كده. طبعا الكيس هي هنسيبها في هواء في مكان فيه هواء يعني تهوية بلاش الشمس، ونسيبها لحد ما تنزل الماء اللي فيها. طبعا الملح لما بيبقى على الجمبري هو مقشر كده بيخليه ينشف شوية ويطلع المية بتاعت الجمبري. طبعا الجمبري بيبقى فيه مية بتخلي المية تنزل تحت وتسيب الجمبري، والجمبري طبعا بيبقى جامد شوية. ده طبعا في الطري اهو، بعد التمليح بيبقى أجمد وبيبقى احسن في الصيد طبعا، لانه بيطول في السن، واثناء الرمي ما يعني ما بيقعش منك من على السن وانت بترمي يعني. تمام كده خلاص هنسيب بقى الجمبري كده يصفي مع نفسه خالص لغايه ما الميه اول ما الميه تنزل هنشيل الجمبري ونحط برضه عليهم وش تاني ملح. اللي عندي بقى هنا للتسفير في حاجات تانية للتسفير، أنا عندي راس الجمبري. راس الجمبري بيبقى فيها مكونات من جوه كده، دي أنا باخدها بنزلها كده، بنزل الماية اللي فيها كده مثلا. تمام، أو أحيانا باخدها بحطها في كيس وأجيب إيد الهون أو أي حاجة جامدة يعني تقيلة وأقعد أدقدق عليها خالص لغاية ما تنزل الماية زي كده. مع الميه اللي هتطلع من الجمبري هنا، الميه اللي هتطلع بعد التمليح هستخدمها برضو في التسفير، احطها مع دول ونعمل بقى بعد كده عجينه ان شاء الله نصطاد بيها برضو السمك الشعري والفسكر وال ده الروبيان بعد ما نشف شويه. طبعا نزلت منه الميه، هنصفيه طبعا من الميه، نحط له كمان رشه ملح لحد ما ينشف خالص ويبقى جامد يعني.
ما عملتش اشتراك اعمل اشتراك. دوس لايك. يلا سلام عليكم.